الله صباحكم وأوقاتكم وكل لحظاتكم بكل خير وسعادة يا رب. حلقة النهاردة حلقة من محطة الرمل، وهعمل لكم النهاردة جولة بالحنطور في اسكندرية. طبعا اسكندرية يعني أكبر من ان هي تاخدها جولة واحدة بالحنطور، ولكن هنا في رحلة بالحنطور معروفة قوي بتبدأ من محطة الرمل، وهنعرف دلوقتي هي هتروح بينا على فين. هلف معاكم كده وهقول لكم فكرة عن كل مكان هنروح. في حنطور ورايا هناك اهو، هروح اشوفه كده وبعدين اكلمكم بقى. الاول شوف الراجل بتاع الحنطور راكن جنب ايه. ده مطعم وحلواني ديليس، اقدم حلواني في اسكندرية. اتبنى سنة 1907 واسسه الخواجة اليوناني مستاكس، ولسه زي ما هو بنفس تصميمه. ومشهور ديليس بانه هو اللي عمل التورتة بتاعت فرح الملك فاروق، وبرضه هو نفسه اللي عمل تورتة تنصيبه على العرش سنة 1937. ودي صورة لديليس بنفس شكله الحالي اتصورت سنة 1940. دي بقى الغرفة التجارية اللي تم بنائها سنة 1922، ودي صورة ليها سنة 1950. وده ترام اسكندرية. ترام اسكندرية يا جماعة أقدم من ترام القاهرة بـ20 سنة. عارفين بدأ تشغيله سنة كام؟ سنة 1860، يعني تقريبا 160 سنة. المبنى اللي انتوا شايفينه ده هو مبنى القنصلية الإيطالية، اللي هو من أقدم المباني التاريخية في اسكندرية. اتبنى سنة 1880 وما زال بنفس هيئته حتى الآن. دي صورة اتصورت من نفس المكان اللي أنا فيه تقريبا للترام ومبنى القنصلية سنة 1920. قربت من الراجل الطيب صاحب الحنطور اسمه عم فتحي، عمري ما اتفقت معاهم ولا فصلتهم الحقيقة. اللي على يمين حضراتكم ده هو تريانون. تريانون المطعم اللي أنشأه اتنين من الإخوة اليونانيين سنة 1905، ودي صورة له سنة 1930 بنفس شكله تقريبا. تريانون كان دايما تقعد فيه الملكة نازلي وكتير من البشوات ووزراء في بدايات القرن الماضي. طلعنا على البحر، أول حاجة تقابلنا على اليمين هو أتينيوس. أتينيوس يا جماعة مطعم يوناني عريق جدا، تم افتتاحه سنة 1898، ما زال يحتفظ داخله بكل الديكورات والتحف والتماثيل واللوحات القديمة منذ إنشائه. الملك فاروق كان بيرتاد أتينيوس على طول، وكمان يعتبر أتينيوس ملتقى للأدباء. أديبنا الكبير نجيب محفوظ صاحب جائزة نوبل كتب الرواية الشهيرة بتاعته ميرامار وهو بيقعد هنا. ده بقى جامع القائد إبراهيم اللي صممه المهندس الإيطالي المهووس ببناء المساجد وتصميمها ماريو روسي، بناه سنة 1948. والصورة دي صورة له قبل 50 سنة تقريبا. سقينا يا شطى على الكورنيش، ناكل ذرة ونشرب مانجا، وواحدة واحدة إن شاء الله تعيش ماشي الحلو الدنجا دنجا. سقينا يا شطى على الكورنيش. دلوقتي وصلنا لأجمل عمارة في اسكندرية، عمارة ميرامار. اتبنت سنة 1928، اللي صممها المهندس الإيطالي جياكومو أليزاندرو لوريا، هو نفسه صمم فندق سيسل اللي هنشوفه بعد شوية. العمارة دي يا جماعة فازت بأجمل عمارة في مصر سنة 1929، وكانت الصور بتاعتها بتنطبع على طوابع البريد التذكارية الخاصة باسكندرية. العمارة زي ما انتوا شايفين فيها مزيج رائع من العمارة الإسلامية والعمارة الإيطالية. كان في بنسيون هنا، بنسيون اسمه ميرامار، ما زال موجود لكن اتغير اسمه الى فندق فؤاد. ميرامار ده اللي كتب عنه بقى الكاتب الكبير نجيب محفوظ قصته ميرامار، حتى احداث الفيلم كلها اتصورت هنا جوه العمارة دي. ولا قلت نصيبي ومكتوبي، ما تاخدنا دنجة دنجة على مهلك واحدة واحدة، مشينا حبة حبة. على شمالنا تمثال سعد زغلول اللي صممه المثال المصري المعروف محمود مختار،
والملك فاروق افتتح هذا التمثال وأزاح عنه الستار سنة 1937. بعد منه على طول فندق سيسل الشهير جدا اللي تم بناؤه سنة 1929، صممه المهندس المعماري اللي قلت لكم عليه من شوية اللي هو جياكومو أليزاندرو لوريا، صممه على النظام الإيطالي الفلورنسي، وهو يعتبر أفخم فندق في اسكندرية في القرن العشرين. فندق سيسل مشهور بأنه هو المكان المفضل للمشاهير، نزل فيه الزعيم محمد نجيب وتشرشل ومونتجومري وأجاثا كريستي ومحمد علي كلاي وألفيس بريسلي وطه حسين ونجيب محفوظ وعمر الشريف وغيرهم وغيرهم وغيرهم، أم كلثوم وفريد الأطرش، وما زالت الغرف اللي كانوا بينزلوا فيها ما زالت مسماه بأسمائهم لغاية دلوقتي. دي صورة في فندق سيسل سنة 1935، وده طريق الكورنيش اللي كان زمان اسمه طريق الملكة نازلي. وصلنا للنصب التذكاري للجندي المجهول. النصب التذكاري للجندي المجهول افتتحه الملك فاروق سنة 1938، وكان وقتها نصب تذكاري لتكريم الخديوي اسماعيل. كان فيه هنا تمثال الخديوي اسماعيل، واللي أقاموا التمثال هم الجالية الإيطالية باسكندرية، والتمثال اللي صنعه المثال الإيطالي إيميليو فوتيتش من البرونز. التمثال ده فضل مكانه لغاية سنة 1964 لما أمر الرئيس جمال عبد الناصر بنقل التمثال إلى متحف الفنون الجميلة بمحرم بيه، وتسمية النصب باسم النصب التذكاري للجندي المجهول تكريما لكل جندي فقد في الحرب دون الاستدلال على اسمه أو هويته. دلوقتي راكبين على قصر اسكندريه جميل على بحري، جمال بحري واحلى ناس في اسكندريه ناس بحري. بحري وبنحبه قلب ما بنستنوه، من بحري وبنحبه قلب ما بنستنوه، شبك الجمالات وشبكني وزينا صاروا للنسوه، من بحري وبنحبه ده بقى أوتوبيس اسكندرية السياحي أبو دورين اللي بيلف بيك الكورنيش كله بعشرة جنيه بس. وصلنا دلوقتي لجامع المرسي أبو العباس اللي تقريبا مفيش أغنية اتغنت عن اسكندرية إلا لما تجيب سيرة المرسي أبو العباس فيها. جامع المرسي أبو العباس يا جماعة هو من أقدم مساجد مصر قاطبة، كان عبارة عن بناء اتعمل على مقبرة العارف بالله شهاب الدين أبو العباس المرسي. عارفين سنة كام؟ سنة 1287 ميلادية، يعني من حوالي 750 سنة، لكن أخذ صورته الحالية اللي انتوا شايفينها لما اتجدد سنة 1943. اللي جدده هو نفسه المهندس ماريو روسي اللي قلنا عليه مهووس بالمساجد، وهو نفسه اللي صمم مسجد القائد إبراهيم واللي كان معروف بشغفه بتصميم المساجد. ماريو روسي ده هقول لكم عنه خبر هيعجبكم بس بعد شوية. احنا هنا في شارع السيد محمد كريم اللي بيمشي في الترام، وما زال المنظر كما هو من حوالي 90 سنة، وقبله مع الصورة دي اللي اتصورت سنة 1930 لنفس المكان اللي احنا ماشيين فيه. اللي قدام حضراتكم دي هي قلعة قايتباي، شيدها السلطان الأشرف أبو النصر قايتباي سنة 1479 ميلادية، مكان منارة اسكندرية اللي كانت في نفس المكان لكن اتهدمت في الزلزال المدمر اللي كان حصل هناك ساعتها. دي صورة بقى لقلعة قايتباي سنة 1916، وتقريبا يعني من نفس المكان اللي أنا مصور منه الصورة دي.
دي بقى حلقة السمك بالأنفوشي، اتبنت يا جماعة من حوالي 200 سنة بالضبط. شايفين؟ لسه بنفس الشكل زي ما حضراتكم شايفين. دي صورة لها من سنة 1920. اسكندرية ماهيش كورنيش، ولا هي رشدي ولا زيزينيا. اسكندرية ناس بتعيش وكأنها مش في الدنيا. وصلنا لقصر راس التين. عم فتحي قال لي بلاش اصور من قريب عشان دي منطقة عسكرية، انا صورت من بعيد اهو. اللي جوه واللي انتوا شايفينه ده هو مسجد محمد كريم، اتبنى المسجد ده سنة 1953، واللي صممه هو نفسه المهندس الايطالي ماريو روسي اللي هو صمم قبل كده مسجد المرسى ابو العباس ومسجد القائد ابراهيم. الخبر الحلو بقى انه اعلن اسلامه سنة 1946، وبعد كده اتوفى في الحجاز اثناء تأديته لمراسم الحج. ودي صورة للمسجد من سنة 1960، ودي صورة تانية لناس بيلعبوا كورة قدام القصر تقريبا في نفس المكان اللي انا واقف فيه دلوقتي. الصورة دي من سنة 1916، يعني معدية 100 سنة وشوية. قصر راس التين اسسه محمد علي سنة 1834، ودي صورة للقصر سنة 1900. قصر راس التين يا جماعة شهد احداث تاريخية عظيمة، أهمها خلع الملك فاروق من على عرش مصر ومغادرته للقصر ده على متن اليخت الملكي المحروسة إلى منفاه في إيطاليا. أجمل حاجة في المناطق الشعبية في حي الجمرك إن مبانيها وحواريها، ده غير أهلها الطيبين بيلمسوا كل معاني الجمال جواك. أتمنى بس والله من الدولة إنها تحافظ على الأقل على التراث المعماري ده، وتعمل حملة لترميم البيوت القديمة دي اللي عمر بعضها يتجاوز 200-300 سنة. من غير خوف بتقولها في ثانية، ناس لو قالت ما نخبيش. من غير خوف بتقولها في ثانية، مدد يا شيخ سيد درويش، مدد يا شيخ سيد درويش، كأنه عشان الناس التانية. اللي جاي ده بقى هو اسمه شرطة اللبان، اكيد هتفتكروا على طول القصة الاشهر اللي اسكندرية معروفة بيها، الا وهي قصة رايا وسكينة اللي كان بيتهم على بعد 100 متر من اسم اللبان. هو ده اسم اللبان، ودي صورة له سنة 1930. وادي بيت رايا وسكينة اللي اشتهروا بانهم اشهر مجرمتين في تاريخ مصر في عام 1920 الى عام 1921. اتكتب عنهم الكثير من القصص والافلام قبل ما يطلع مؤرخ اسمه احمد عاشور عشان يفاجئنا بان رايا وسكينة كانوا مناضلات ضد الاحتلال الانجليزي، وان الجثث اللي لقوها في بيتهم كانت جثث لعساكر انجليز وليست جثث لسيدات زي ما طلع عنهم في القصص عنهم، عشان ينسف لنا كل اللي اتقال عنهم قبل كده ويلخبط لنا كل المعلومات اللي عرفناها عنهم وخلانا نعيد حساباتنا وتفكيرنا في الموضوع كله من اول وجديد. ده مسجد ابن خلدون على اول شارع النصر. مسجد ابن خلدون من المساجد الاثريه بقاله اكتر من 100 سنه، موجود على اول شارع النصر اللي هندخل فيه حالا قبل ما نوصل لميدان المنشيه اللي مليان حكاوي للصبح. دخلنا دلوقتي ميدان المنشية. أول حاجة على شمالنا ده أصغر وأشهر شارع في المنشية وفي اسكندرية كلها، ألا وهو زنقة الستات. مفيش واحد في اسكندرية ما عرفش زنقة الستات. السوق ده بقاله أكتر من 100 سنة، ودي صورة له سنة 1935. يعود الفضل في إنشاء السوق إلى التجار المغاربة واليهود اللي كانوا بيتاجروا في السجاد والأقمشة الحريرية. بعد كده تبدلت أوضاع السوق عشان يشمل كل ما تحتاجه البنات المقبلات على الزواج لكل ما يلزمهم من شوار للزواج. السوق اتسمى كده لأنه ضيق جدا، واللي بيمشي بيمشي بصعوبة، لكنه مع ذلك يعني بيتميز دايما بالبهجة والفرحة
عشان دايما مرتبط بفرحة البنات لما يشتروا من هناك متطلبات زواجهم. ده بقى ميدان المنشية العريق، أو بيسمى أيضا ميدان محمد علي، وكان زمان بيسموه ميدان القناصل نظرا لوجود العديد من القنصليات فيه. هو تسمى المنشية نسبة إلى المهندس الإيطالي فرانشيسكو مانشيني اللي صمم الميدان. دي صورة للميدان اتصورت سنة 1865. الميدان ده تأسس يا جماعة في عهد محمد علي سنة 1834. تميزت كل مبانيه بالطابع الإيطالي الجميل زي ما حضراتكم شايفين. ده بقى تمثال محمد علي اللي فكر فيه كان الخديوي إسماعيل لما قرر يخلد ذكرى جده محمد علي، فأوكل تصميم التمثال إلى أشهر مصمم تماثيل في العالم في هذا الوقت، وهو ألفريد جاكمار، كان سنة 1872. التمثال اتعرض في جاكمار ده فرنسي، فالتمثال اتعمل في فرنسا واتعرض لمدة شهر في الشانزليزيه في باريس قبل أن يتم شحنه إلى مصر ووضعه في هذا المكان منذ هذا التاريخ وحتى الآن. بالطبع طبعا أكيد يعني لم يمر هذا الحدث مرور الكرام وقتها، لقد لاقى معارضة شديدة جدا من رجال الدين باعتبار كفر، وقد كانت هذه أول مرة في التاريخ الإسلامي يتم فيها وضع تمثال لشخص في بلد مسلم. لكن طبعا الخديوي ضرب بكلام المشايخ كلهم عرض الحائط. في المكان ده بالظبط كان هنا مبنى البورصة اللي اتهدمت من قدامها، وفي نفس المكان كان هناك حدثين في قمة الأهمية. أولهم محاولة الاغتيال الفاشلة اللي تعرض لها عبد الناصر سنة 1954. فليبقى كل في مكانه أيها الرجال. تاني حدث كان تأميم قناة السويس اللي أعلن عنها عبد الناصر في هذا المكان سنة 1956. تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية. دلوقتي دخلنا في حديقة الفرنسيين، شايفين يا جماعة دي صورة لها سنة 1916. وصلنا للنصب التذكاري من ورا، وهندخل بقى يمين دلوقتي في شارع الترام عشان نوصل لنفس النقطة اللي بدأنا منها جولتنا. وصلنا لنفس النقطة في البداية. أشكرك عم فتحي، والله العظيم يعني الجولة رائعة جدا. عم فتحي من أهل النوبة اللي هم أطيب خلق الله، مش أطيب أهل مصر بس. أشكرك عم فتحي، شكرا جزيلا يا عم، والله العظيم أنا اتشرفت بإن أنا ركبت فعلا معاك تمام، وأنا هتصور معاك كمان أهو. وعم فتحي الحصان بتاعه معاه بقاله كام سنة؟ 20 سنة، بقاله 20 سنة. ربنا يبارك لك فيه يا عم فتحي، شكرا جزيلا، سلم عليك. السلام. يلا عم فتحي، اشوفك بخير.